خويا باقي الاخياس الاحياء الشعبيه. عندنا حنا في درب غلف ساكنين في درب غلف حي شعبي كيحتفلوا به من ليله العيد الكبير والقنابل قدامين عندنا. كنديروا كنكونوا مخبين دياله كنديروا كسكسو على الدياله ديال الحولي وكنجيبوا الفاكهه كنجيبوا الطعارج الدراري كنجيبوا القشاوش وكنتجمعوا كنلعب الطعارج انا وجاراتي في الزنقه. كيدوز زوين لا مازال كنحتفلوا بها الصراحه ولكن دابا هاد ولاد اليوم ما تحتفلش بها انا باقي كنحتفلوا بها نديروا القديده ونديروا سيدي الكرداس ونديروا السكسو وداكشي ونجمعوا العائله ايوا الساعات ولا كلها الدراري الخدمه وشي تليفونات خلاص باقا كنلعب عايشه باقا كنلعب قليل ما بقاش كيما كان بقاش كيما كان كيلعبوا على الناس تاع عيشه كلشي تبدل حنا كنا كنديروا كنتلاموا العائله كنلعبوا في الدار سمعتي كنلعبوا في الدار كنديروا الكسكسو نديروا داكشي ديال الفاكهه وهذا كدوز عندنا عيشه زوين ما عرفت اخويا وما عرفتش علاش بنادم تبدل والله تبدل بنادم على حسب المناطق دابا كان باقي الاحياء الشعبيه كاين اللي باقي محافظ على العادات وهذا وابار سا ما حتى سميتو الاجواء نقصت واخا هكذاك ما بقاش بحال الاول وداك في صغرنا كنا تعارج كنا كنتجمعوا كذا في الاحياء ديالنا اليوم دابا نقص بزاف هذاك الاحتفاليه نقصت المهم على حساب دابا حتى داك الامل اللي كان ما بقاش بحال الاول كيخليوك والديك النهار كامل انت كتلعب وهذا دابا لا على حساب حتى هذا لوغيتم تاع الحياه كلشي دابا المهم حتى داكشي اللي كان كتحس به كان واحد الجماليه ما بقاتش داكشي كان داكشي طبيعي وكان دابا لا واخا كتشري كلشي ولكن ما بقاش هذاك المهم داك الاحساس داك هذا الشيء مباركه واشركم تدخل علينا بالصحه والسلامه الله يجيب التيسير وهاد عيشوره ان شاء الله مزيانه كيحتفلوا فيها وكيديروا اللعب الدراري وكيفرحوهم وكنديروا سكسو كنجمعوا العائله كنديروا القديد والكرداس وكناكلوا سكسو كنضحكوا نلعبوا ونشطوا ويصليوا الصلاه ديالهم اللي عندو شي صلاه كيصليها ودخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه وبالارزاق والتيسير هادشي كنتمنى من عند الله.